أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري أن المخزون الغذائي بالقطاع الزراعي في البلاد متوفر بكميات كبيرة. نعم، وأيضا إيمان، جاء كل ذلك في خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير الجبري بسوق الخضار في الأندلس برفقة الاتحاد الكويتي للمزارعين. في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وهلع الناس من تلاشي المخزون الغذائي، قام وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري بجولة تفقدية لسوق الخضار في الأندلس برفقة الاتحاد الكويتي للمزارعين، حيث طمأن المواطنين والمقيمين على وفرة المخزون الزراعي. اليوم في ظل هذه الظروف نحب نطمن الجميع كما شاهدتم أن الحمد لله كل شيء متوفر والأمور مستقرة، والأسعار مثل ما أخبرني الأخ رئيس أحد المزارعين الأسعار يعني ثابتة وبسيطة وفي متناول الجميع، فأحب أكرر لهم شكري مرة ثانية، وإحنا داعمين لهم في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على كل اللي قاعد يقدمونه. أكثر من 3000 مزرعة في الكويت منتجة لأكثر من 30 صنفا تصل يوميا إلى سوق الخضار في الأندلس إلى جانب نقطة البيع الأخرى في الصليبية. الكميات اللي موجودة واللي منزلة طبعا بهذا اللي احنا نشوفه هي كميات تنزل بصفة يومية بهذا الوقت في هذا الموقع، في موقع الاتحاد المزارعين وموقع شركة وافر في صليبية بنفس الكميات، وممكن تكون هناك أكثر مثل ما سبق أني أنا صرحت وقلت أن هذه الفترة هي تعتبر من فترات الذروة في الإنتاج النباتي. جهود عديدة تبذلها الهيئة العامة للثروة الزراعية لدعم الاتحاد الكويتي للمزارعين وتقديم كافة السبل وتسخير الجهود لتطوير عملهم. هدي الفهد، تلفزيون دولة الكويت.